Bonjour à tous, Azulf Laouan, صباح الخير عليكم. J'espère que vous allez bien. La famille aussi, tout va bien pour vous. J'espère, Inch'Allah. اليوم نخرجوا شوية من الكوزينة. راح نديكم في جولة معايا. خرجت أنا ووليدي وصاحبتي. رحنا باش نقضيو. Par contre, كيفاش نقضيو هذا القضيان الجديد. فوالا. دونك رحنا في واحد المزرعة. كاين كلش فيها. دونك انت اللي تخيار واش تحب تشري. انت تنحي ديريكتومون دونك الخضراء تاعك فرانشمون سي ان نوفو برينسيپ سي جو تروف كو سي جينيال خاصه الناس اللي راهم ساكنين هنايا في اوروبا جو كونساي اي سي اي سيت اكسبيريونس افيك لي زونفون سا سا دون سا لور دون بلوس انفي دو غوتي لي ليغوم باغ اكزومبل انا نحكيكم وليدي ما يحبش لي طوماط هنايا كي رحنا انصامبل كي نحاهم بيديه الى كوميم غوتي لي طوماط سيريز الى فرانشمون الى بيان ايمي دونك سي بور سا جو فو كونساي دو فير سات اكسبيريونس افيك فو زونفون اي بور لي بري فرانشمون اي سون ريزونابل اي سا فو في اوسي ان بوتيت سورتي ان فامي بعد يتعلموا دونك حب الارض يتعلموا سي خدمه الارض باسكو راني نهضر الناس اللي ساكنين هنا في اوروبا دونك ما عندناش مش كيما البلاد دونك كاين توجور الجاردة تاع لا فوازين ولا الجاردة تاع لي غران بارون دونك الاولاد بطريقه او باخرى راحين يكونوا كونتاكت عفوا بالتراب وبالارض هذه العلاقه المهمه جدا تاع يا دي طوماط سويس جون لا فرانشمون لاولادنا لا 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 كيفاش سيتون تيلمون في تجي الخضره وكيفاش تكبر وكيفاش اكسيتيرا سي تري امبورطون فوالا شوفوا هذا الطوماطيش ما شاء الله كاين كل انواع لي طوماط كاين كم الخضروات تاع الموسم شوزي لي روج و الشيء الجيد هما في هذا النوع من المزارع هي مزارع خاصه ما يديروش فيها بزاف يزيساي دو فير بيو دونك ينقصوا بزاف المواد الكيميائيه دونك الناس اللي يحبوا ياكلوا حاجه طبيعيه مهم جدا دونك تقدروا نوجهكم لهذا النوع من المزارع وسي الناس اللي يحبوا سي حاجه فريشكه كما نقولوا بالتعبير تاعنا فرانشمون سيتي فريمون اون تري بيل اكسبيريونس تنحي الخضره تاعك ديجا اون كادولت اون كبيرسون باسيون دو لا كوزين كي كنت نشوف الخضره دونك جي ديجا دي جو كومونس ا ايماجيني دي غوسيت دون ما تيت سي تيلمون بو سي تيلمون فري واش نقول لكم ما شاء الله شوفوا عينكم بعينكم فرانشمون فوالا كلش يشهي العين كما نقولوا تاكل قبل الكرش العين ديجا راهي معمره والكرش واش نقول لكم باسكو اون ا دووا دو غوتي بور شوازير فوالا نو ليغوم دونك تقدر تذوق وفرانشمون باغ اكزومبل جو دون ليكزامبل تاع لي فرامبواز لي فرامبواز دابيتود نشري في المارشي ونشري توجور لو بيو مي كي شريتهم منايا كي نحيتهم منايا بليتو فرانشمون سي با دي تو لو ميم غو سي ان اوتر غو على بها قلت لكم يفوي سي سيت اكسبيريونس الناس اللي سيوها دونك خليو لي في التعليق اسكو شريتو الخضره تاعكم مباشره انتوش با لي طوماط لي زونفون المزرعه نحيتو الخضره تاعكم وزنتوها وشريتوها ها قولوا لي اسكو فوز افي ديجا ايسي سو جور دو ديكسبيريونس الناس اللي يحبوا الخارجات وينحوا على خاطرهم دونك فوالا سا فو في ان بوتيت سورتي ماشي طول طون لا كويزين سيرتو مع هاد السخانه ولي فاكونس واحد الى اونفي تاني ينحي شويه على خاطرو شوفوا الخضروات ما شاء الله كلش من كل نوع ما شاء الله ما شاء الله في الجزائر جو بونس اوسي سي سا فا با تاردي يدخل هذا البرينسيپ الجزائر اوسي سورتو المدن الكبيره باسكو المدن الصغيره والمتوسطه كما قلت لكم توجور كاين الجاردة تاع لي غران بارون الجاردة تاع لا فوازين تاع لا كوزين دونك عندنا مازال كاين البيو في الجزائر ما شاء الله
شوفوا شوفوا ما شاء الله فريمون خير ربي. واش نقول لكم؟ شوفوا لي طوماط اللي يحب الطوماطيش يقولوا لي نبعث لكم طوماطيش. قولوا لي واش ياسك وزيمي سو جور دو فيديو، قولوا لي ولا تحبوا هذا النوع من الفيديوهات دونك راح نكثر منها. ولا فو بريفيري لي روسيت والكوزينه كيما نقولوا. نيزيتي با لايكي لسي ان جونتي كومونتير و فو ابوني يا بارطاجي اوسي افيك فو زامي افيك لا فامي. ايلا ما تبخلوش عليا باللايك تاعكم والابوني باش تكبروا القناه تاعنا وتعم الفائده والاشتراك ان شاء الله. هاوليك دونك قلت اليوم جو بارطاج هذا ليكسبيريونس معاكم فوالا بور شونجي بور شونجي ان بو. الدراري عفوا فرحوا بالبزاف كيما قلت لكم فرانشمون سا Ça change leur relation. On peut dire aussi c'est une séance de relaxation. Toujours à la belle comme كل حاجة تتعلق بالطبيعة هي تخلي البال مرتاح وتخلي النفسية aussi مرتاحة. Donc ce genre de sortie il faut واحد يكتر منهم. Surtout الكبار والصغار les deux parce qu'on se relaxe. C'est tellement calme, c'est tellement beau, on oublie les soucis de la vie et on dخلو avec l'ambiance تاع هذاك الجمال تاع الطبيعه. فوالا اي كي تخير انت ثاني الخضره تاعك كيما قلت لكم ça donne envie de créer des plats et ça donne envie de aussi de cuisiner, ça donne envie de manger كيما قلت لكم. اي سورتو مع الصيف دونك واحد واش ياكل برك هذا الخضروات تاع الصيف دونك عندكم طوماطيش فلفل خيار اكسيتيرا هذا واش ناكلو بالبزاف باسكو على بالكم هذ الخضروات الموسميه عندهم نسبه كبيره من الماء باغ اكزومبل الخيار هو الخضره والفاكهه الاولى اللي عندها دونك كميه كبيره من الماء دونك الخيار فوالا الكونكومبر عنده 95% فيه هو ماء دونك الناس اللي يديروا الريجيم دونك الخيار ولا الكونكومبر كلوا وعينيكم مغمضين باسكو ما فيه والو 95% تاع الخيار هو الماء دونك كلوا بالصحه والراحه ما تخافوش هو دونك ما عنده والو دونك يجي لا دوزيام بوزيسيون تجي دونك لا باستيك عندها 92% هي فيها هي الماء دونك حفظوا شدوا برك هذه الارقام في روسكم للناس اللي راهم يديروا الحميه ولا الناس اللي يحبوا يحافظوا وسي على صحتهم دونك الخيار ولا باستيك ولا الدلع كلوا بدون اشكال باسكو اكثر من 90% فيه هو الماء فوالا دونك سي بور سا في الصيف لي ميديسان اينو جينيرالمون اينو اي كونساي دونك لي جون مانجي بلوس بوكو دو ليغوم اي دو فروي دونك بعد شويه على الطواجن على المراقي واللحوم والشحم فوالا وما في فصل الصيف باسكو ديجا السخانه دونك الكور تاعنا يكون ان بو فاتيغي دونك ما لازمش دونك اون لوبليج ترافايي بوكو كي ناكلو ان بلا فريمون كونسيستون لوبيا ولا عدس ولا حاجه ثقيله هكذاك دونك الكور تاعنا لي اوبليج ترافايي ان بو بلوس اي سا الفاتيغ باسكو ديجا مع السخانه دونك دو ناتور on est fatigué. Voilà, donc c'est très important de choisir ses repas pour le صيف. Voilà, bien sûr de temps en temps واحد كي توحش ça arrive, نتوحشوا voilà. جواز لوبيا ولا كاش طاجين, donc de temps en temps on peut se faire plaisir, mais حاولوا donc نسبه كبيره par exemple 4 ايام في الاسبوع 5 ايام في الاسبوع كلوا خضروات كلو بلوس خضروات فوالا دي ليغوم كرو باغ اكزومبل اون بتيت سالاد طوماط
concombre, oignon, un peu de fromage et vous Une mélangez petite tout avec une vinaigrette. vinaigrette, ce sera top. Déjà, donc, nous ربح الوقت و الجسم تاعنا donc نعطوه النسبة اللي يستحقها من الماء وما نتعبوش. وكي نشهيو كاش حاجة دونك باغ اكزومبل عندنا الويكاند ولا شهينا طعام ولا طاجين ولا شربة. انا على بالي ديجا في الصيف نحب ناكل فريمون اون فوا باغ اكزومبل اون فوا باغ موا نحب نطيب شربة نتوحشها فوالا. مي فات اتونسيون مونجي بلوس دو ليغيم اي دو فروي. ما تكثروش تاني من الحلويات، ما عمرين السكر، ما عمرين البور اكسيتيرا. Faites attention à tout ça. Et voilà. Je vais vous parler encore plus. Je vais vous parler de cette joula al khfifa. J'espère que vous allez aussi khfifa à la cloubkom. Hafzou ala rouahkom. Tahallou fi rouahkom. Hafzou ala sahtkom. Chez Mouhim Jidden. ان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات واحد اخرين في كيفيات ولا في خارجات واحد اخرين واش كتب ربي سبحانه. الى ذلكم الحين كما نقول لكم طول الوقت استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo donc soit ça va être une recette ou une petite sortie. C'est toujours un plaisir de partager des choses avec vous. Donc je vous souhaite de passer une agréable journée. Et je vous dis au revoir. Devant maman.